بيك عايش. سويتي جامعة كبيرة كما نقول الناس كل يعني الانتر. سويتي مشيت لها ملول. كيفاش مشيت؟ مشيت اساس مع ولد عمي مشي تستي عجبني جيم دغود ورجعت تستي معايا النهار الثاني. تقبلت انا وما تقبلش هكا من وقتها بديت ايكول بديت سويتي حتى كشي للسبور. صحيح سويتي تعدت ما نقولش بمدة بفترة كبيرة خايبة كي جات سيرين كي شخذت الكلوب. الكلوب شنو تاع تونس ديما ماديات اكثر منها وحسمتني وقف معاهم جمهور واحد رجعت سويتي من تروا للبي ومن البي على اساس باش يعملوا يعني عام باهي صار قانون ولا فاز نتاع بوند قانون ما تنجمش تشد هي الواحد كسيبتها رجعت سويتي لتروا ورجعت تعاني سنة في منعت اخر وقت طوريت نحن وقت السيوتي طلعت البي ولعبت كل اللي تلهيت بسيوتي وكمكوا سيوتي فلوس ورجعت واحد العمر وقتها في تروى قلبت ايه عمر الخدمه على رواحهم ولقاو شكون يقف معاهم خدمه على رواحهم سيوتي ان شاء الله مع سيرين ولا مع رجلها في بالي باش ترشح سيزون ذايا فهمتني ان شاء الله نلقاوها عامين اخرين نلقاوها في الناسيونال ان شاء الله بروجي ناجح 200% مش 100% انا مثلا نحكي لك كيفاش مشيت لسليمان يعني انا في سيوتي في تروى جاتني خارجة الأولى للجرجيس قعدت معهم عملنا بريسك شهر ستاج ما تفهموش على أوراق رجعت العاملين بعد وسيفلين بعد ومتلوي سيدي بوزيد على كذا سنين كل عام نحب نخرج وما موحدين هبيت كل مرة بريزيدون في الخميري كل مرة ما يخليوكش طلع القانون متاع 23 ونهار من انت تبدأ تلعب مثلا في التروا واحد تمشي تصح كونترا برو تخرج ليبر كلمنا اختي سي وليد جلاد بالمناسبه ربي يفرج عليه هكا من نهار تعملنا العام الاول عملنا مانتيا منعنا في الاخر العام اللي بعده تلمي انا وقتها جا رشيد وجات عملنا جروب ما شاء الله في توليد الظاهري والجروب الكل طلعنا وكملنا بنفس الكيب عملنا ما شاء الله عامين ما يتنحاوش يعني تاريخ سليمان بن حميده من اللي كنا في سليمان مثلا نترانيو الناس كلها تروح للدار بن حميده يتعدى يزيد يترن عنده كوتش بريفي كامل يترن فهمتني شكون اخر رشيد بن حمود رشيد زاد ملاعب منظم برشا قبل كل شيء برا تيرا منظم رشيد منظم وخدام فهمتني مشاش مع سبيرون شرف الكلوب ينجح خويا ترى ينجح يعني السيزون الجاي يعني ان شاء الله يترشخ مازال ما ترشخش مش مازال رشيد مش تاع سليمان لعبات كل عرفته في سليمان صحيح تلاقي مازال حتى اقل حتى من 30 مازال ما عطاش رشيد اللي نعرفه انا يلعب معايا مازال رشيد لك الكونفيونس وهز الكوره و الواحد مازال رشيد ماهوش رشيد نتاع سليمان مازال يعطي اكثر منك برشا يعني نشوف البريسيون على الجوار فهمتي ما تاقلمش على البريسيون اما بن حموده من اقوى لي زاتا كونفيتونس للتو نحكيها ما فماش اقوى من بن حموده تو حاليا في تونس تونسي اكزومبل انت بن حموده مشى لسليمان مشى لسبيرونس كيف سليمان مترشق مشى لسبيرونس ما نجحش رجعوا لسليمان اش عمل عاود ترشق عاود رجعت فهمت يعني في اي وقت مو يعني نجم يعاود يلانسي من الاول كيما بيريود سليمان شويه بريسيون لازمو الكوتي هذيك يخدم عليها فهمتني كلوب افريكان برسك من العام الاول وقت بريود سي لاسعد وقت راني فيه في ديسمبر وقت زاد ممنوع من الانتدابات حاجه هكايا صار دي كونتاكت ومن بعد مشي دي كونتاكت مي ما كونتاكتنيش انا فهمت دي زاجون ماك تعرف زاجون تطلب واحد راه هكا وهكا رسم ما تروح ما نعرفش شنيا العامي الثاني بتاع سليمان اخر العام وقت اخر سيزون عملنا وقت عام بلان وقت كلاسينا كاتريي قعدت مع سي وليد وقال لي راه هكا الكلوب افريكان راه هكا وهكا وهكا فهمتني واحد وقعد يحكي وقتها حتى مع سي يوسف ومنتصر وقتها واحد على اساس يعني كلوب افريكان واحد قلت له باهي انا بور قلت له بور الكلوب فهمتني بالرغم راه جاني كونترا مازلنا نلعب وقتها نتذكر اخر ماتش لو 5 ذا لي جوان نلعب كونتر كلوب افريكا في سليمان كوب وجاني كونترا من الكوكب السعودي كي مشى لهيام قعدت نمهتل تصور انت كل مرتين ثلاث مرات يبعثوا لي كونترا يبعثوا لي نمهتلهم 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 للي يعني صاي يدوروا يشوفوا شكون ما كبت الحد يعاود يرجعوا لي وانا نمهتل وقت نحكي مع سي وليد على اساس الكلوب يعني تخلص الديون اللي عندها وش نحي منع الانتداء فهمتني عاد اخر مره كهو للي صحات البريزيدون نتاع سعودية دباس قلق وقتها كلم ياما قالوا شنيا قالوا بجيب لي بير قال لي نبعث له كونترا ناحية يمهت الفاي يمهت الفاي قعدت مع سواليد قال لي اسمعني راه صعيبة راه ثاني حيت المنع امتداد هكا واحد فيها استخير ربي واحد وكتبت هذيك جات معاها اسم ستير زاد العام هذاك جات معاها مستير وقت ما نعرفش ذلي معز مستير ولا حاجة كي ما نعرفش الاسم وقتها طلبني وانا كي ما فماش له كلوب كلمني سي دومو هذا الكوب هو كلمني قال لي راك معايا على اساس على السيزون الجاي فهمتني قلت له باهي انا واحد فهمتني وبريسك تفاهموا مع سليمان ما نعرفش حتى الموسم قداه مي انا وقتها قلت له خلص وليت كان فما الكلوب خلينا نمشي نلعب سينو خلينا نخرج على روحي كي وقع قعد المنع تاع الانتداب في الكلوب خرجت من باريس وصلت جمعتين غاديك وقعدت كونتاكت مع صابر خليفه صابر مازال يلعب قعدت كونتاكت وقت تنحى المنع فهمتني
قلت له كيفاش واحد حربت حبيت يعني نشوف كيفاش حل مينا صاي وصلت صححت وخديت ترونش الاولى وصاي يعني فهمت هكا وما كتبش العام هذاك يعني الكلوب عامين ورا بعضهم برسك ما سهلش ربي فيه مينا وقت الوقت هذاك حبيت نمشي للكلوب يعني كعائلتي وككل يعني يحبوا الكلوب برسك فامي بتاعي الكل يحب الكلوب افريكان واحد حبيت نمشي للكلوب انا وقتها فهمت ركزت في البروجي نتاع الكلوب اكثر من اكثر حاجه في تونس فهمتني ما سهلش مستير حتى كنت كونتاكتوني حتى في ديسمبر عملت العام الاول في السعوديه عام الثاني في ديسمبر كلموني اللي هم السيزون اللي فات اللي قبلها مشيت للدرعيه زي بلاصه الكوكب قررت وقتها باش نخرج غاديك مع الكوتش وقتها كان معانا يامن مشيت معاه فهمتني توا ثلاث سنين بالسيزون الاخر ثلاث سنين صحيح توانسه مطلوبين غادي توانسه السويعده يحبوا الجوار التونسي يحبوا الجوار التونسي يقول لك خويا نحن خير غاديك خير من الجزائر خير من المغاربه خير من مسارة ننجحوا تعقل الجوار التونسي تعقل وتكتيك مو قويين عليهم برشا انا غادي فهمتني انا وصلت العام الاول درجه اولى في الكوكب ريت اي كلوب نلعب نلقى زوج ثلاثه جوار التونسي وصلنا قريب فوق ال 12 لونتورنور تونسي وقت كل ماتش لازمك باش تسلم على لونتورنور تونسي باش تلقى زوج في التيران تونسي لازم العام اللي بعده تنحى سبحان الله قعدوا كعبتين وكعب يلعبوا وقتها حتى ما فهمت شنو هي الحكايه وقت وهما غاديك فما بوليميك ما نعرفش شنو هي بالضبط صار على يمكن على لونتورنور السعودي اللي جرينا الشاب هنا ما نعرفش شنو صار معاه ما نعرفش نحكي عليه حكاو عليه في البلاتوات باش هما حكاو غاديك قال لك يعني يكون قلوا منه ولا شنو قال لك تقليل واحد العام اللي بعده خاطر وقعدوا زوز دي زونترونور توانس راك وثلاثه يمكن جوالات توانس في تيران اللي كنا فوق ما نعرفش أنا قلت كل كلوب تلقى زوج ثلاثة جوارات وفوق ال 12 لونتورنور تونسي. الممتاز اوكي. ممتاز كي قعد ساعد يلعب غادي بركة تونسي وبعد سليتي ومشى اوكي ريتم آخر. مي درجة أولى قعدوا يجيبوا في بريزيليان سربي بورتيغي مي مش خير توانسة فهمت؟ شنو هي مشكلتها غاديكا؟ السوفي لونتورنور سربي جاب شد كلوب باش يجيب لك خمسة ترونجي يجيب لك ثلاثة من سربي. بورتيغي كيف كي يجيب لك ثلاثة. كي قالوا لي زونتورنور توانس قالوا الجوارات دحمان يقولوا ما نجحش مي شوف كنت شكون يلعب يقول لك يقبل ثمانيه يقول واحد شوف الاسامي اللي تلعب كونتر تلعب كونتر النصر ولا الاهلي ولا الهلال ولا الاتحاد واحد فهمتني مثلا تلعب كونتر الهلال شوف الاسامي انت سافيتش نيفيز مالكوم سالم اكيد ما دام جمعيتك انت على قدها يعني ما نجمش نقول لك انا شغلت ولا بالك هو مدين يعني وجوار كلها تحكي مثلا نحب نوضح حاجه للعباد اللي خارج الكوتي نتاع الكوره راهو جوار زاد ماهوش ماديا ما نجمش يلعب في التيران جيبو فرق ما نجمش يعطيك في التيران ما نجمش يمشي يشري من العطاري كردي ولا حاجه فهمتني لازم يخمم ماديا يبدا يجيبو مليان مش كاب في التيران ينسى الدنيا الكل ويعطيك لا بتباع انا لا باب محلول ما عندي حتى مشكل نرجع لتونس في اي وقت فهمتني نلقى حاجه باهيه ما حد اسمعني اوكي فلوس خير وضم روحك مع الفيفا غادي واحد مي راهي تونس وحدها تعيش بحذا داركم و ومرتك وفامي نتاعك والعياد بحذاهم برشا حاجات العيد تحضرش ما نعرف شنو كل مناسبات فهمتني مي شنو الحاجه تخليك باش تضحي باش ما تتعبش في المستقبل وكهو هذاك علاش مدين يعني ماهيش كرويه الحكايه ثم مي مع الكلوب طول مع الكلوب طول ابار يعني يمكن حتى بتفاد ليك نتاع سليمان ديما كونتاكت معاهم انا لي بيرس واحد ديما كونتاكت معاهم حتى ديما ماتش كل نحضر لهم اللي جيت بريسك دو ترو ماتش حضرت فهمتني ديما بالتليفون حتى غاديك قبل ماتش واحد ديما كونتاكت هاي ترجع جمعيتك واحد فهمتني مي في تونس دي زاجون ايش قولك هكا هكا فهمتني دي زاجون يعني ما بتعرف دي زاجون يطيش خيطه في الكلوب ومن بعد يجيك كوم يعني ايش قولك من على شنو كيف كيف كيما هنا كيما في السعوديه ميرسي عليكم انتم على الاستضافه وان شاء الله كره تونس من الحسن لاحسن ان شاء الله وربي عين الناس الكل ان شاء الله